تخيل نفسك في ليلة صافية تنظر إلى السماء بلا توقع، وفجأة يلمع بين النجوم جسم غريب، جسم لا يشبه أي شيء رأيته من قبل، شيء لا ينتمي إلى نظامنا الشمسي. إنه ليس مجرد مذنب، إنه زائر من أعماق المجرة، يقتحم عالمنا مثل ضيف مفاجئ يحمل في طياته أسرارا لم تشهدها أعين البشر من قبل. وكأن الكون أراد أن يرسل لنا رسالة مكتوبة بالنجوم. هذا الزائر هو 3i أطلس، المذنب الغامض بين النجوم الذي يثير التساؤلات الكبرى. من أين جاء؟ وما سر هذا اللون الغريب والنفث الغازي الضخم؟ وهل هو مذنب فعلا؟ أم أنه شيء آخر؟ شيء يتحدى فهمنا للكون؟ تابعوا المقطع إلى النهاية، ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، فنحن بحاجة إلى دعمكم. ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الأول من يوليو من عام 2025، وبين رصد روتيني لمنظومة أطلس، لاحظ علماء الفلك شيئا غير عادي. جسم يتحرك بسرعة هائلة في مسار غير مغلق حول الشمس، مسار لم يسبق أن شاهده أحد من قبل. تمت تسميته ب3i أطلس، وهو ثالث جسم مؤكد يأتي من خارج نظامنا الشمسي بعد زائريه السابقين أوموموا عام 2017 وبوريزوف عام 2019. ما أثار الدهشة ليس فقط سرعته، بل مساره الغريب والتغيرات التي حدثت فيه مع مرور الوقت. كان يبدو وكأنه زائر عابر يرسل إشارات غامضة ويترك وراءه أثرا من الأسئلة التي لم يجد البشر لها إجابة. ف3i أطلس ليس مجرد جسم عابر، بل يحمل خصائص تجعل العلماء في حالة يقظة. لون أخضر متغير يبدو أنه يتحول تدريجيا، وهو نتيجة للغازات النادرة التي تتبخر منه. نفث غازي هائل يتجه مباشرة نحو الشمس، كأنه يرسل إشارات عبر الفضاء أو ينفث رسائل كونية. تركيبته الكيميائية الغريبة، فهو يحتوي على نسبة عالية من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالماء، وهو أمر نادر جدا في مذنبات النظام الشمسي. والسرعة الغريبة والمتغيرة، فالغازات واللون والسرعة والمسار الغريب كلها تفاصيل تجذب العلماء والمشاهدين على حد سواء، وتشكك في أن هذا الجرم هو مذنب بالأساس. وكأننا نراقب حدثا كونيا فريدا في التاريخ البشري. لفهم 3i أطلس أكثر، دعونا نقارنه بزائريه السابقين. أوموموا كان جسم غريب الشكل، سريع، لكنه لم يظهر أي نفث غازي. بوريسوف كان مذنب أكثر تقليدية، لكنه جاء من خارج نظامنا الشمسي. أما 3i أطلس بالمقابل يمزج بين الغرابة والوضوح، سرعة هائلة، لون متغير، نفث غازي واضح، مسار ديناميكي. كل هذه الخصائص تجعل منه فريدا في سجلات الفلك، وأكثر إثارة للبحث العلمي ولخيال البشر. مع كل هذه الخصائص ظهرت تكهنات غريبة ومثيرة. فماذا لو لم يكن مجرد مذنب؟ ماذا لو كان قطعة من تقنية نجوم بعيدة، أو رسالة من حضارات أخرى؟ البعض يقول أنه النجم الطارق الذي ورد في القرآن الكريم، وأن نهاية الزمان قد اقتربت. والبعض الآخر يقول أنه سفينة فضائية يترقبون حركة البشر ويراقبوننا من بعيد. الهدف غير معلوم.
بعض علماء الفلك طرحوا فرضيات أن بعض خصائصه قد تكون نتيجة تأثيرات من مجال مغناطيسي غير معروف أو جسيمات فضائية لم ندرسها من قبل، رغم أن الغالبية العظمى تؤكد أنه مذنب طبيعي، إلا أن الغموض يكمن في التفاصيل الدقيقة، مساره وسرعته ولونه ونفثه. فالمسار والسرعة واللون، كل شيء يجذب الفضول ويثير التساؤل. اقترب 3i أطلس من الشمس في أواخر أكتوبر الماضي، وكان مرئيا للتلسكوبات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، لكنه بعد اقترابه من الشمس ابتعد مرة أخرى، تاركا وراءه سلسلة من التساؤلات. من أين جاء بالضبط؟ ما هي تركيبته الحقيقية؟ وهل يختلف عن مذنبي النظام الشمسي في شيء جوهري؟ من المتوقع أن يعود للظهور قريبا، هذه فرصة نادرة لدراسة مادة جاءت من نظام نجمي آخر، مادة تحمل أسرار مجرة لم يصلها أحد من قبل. هناك فضوليات غريبة تحيط بهذا المذنب أو هذا الجسم، فتغيير اللون إلى الأخضر الغامض وكأن الكون يرسل لنا رموزا، نفث غازي ضخم وكأنه يحاول التواصل معنا بطريقة غير مفهومة، سرعة ومسار غير معتادين تجبر العلماء على إعادة الحسابات والتحليلات. بعض التكهنات رغم أنها لم تثبت علميا تحدثت عن احتمال أن يكون المذنب يحمل مواد غريبة من نجوم بعيدة، ربما حتى أثر لحضارات لم نعرف عنها شيئا. الكون واسع ومليء بالأسرار ومليء بالزوار غير المتوقعين. 3i أطلس هو تذكير بأن السماء ليست صامتة، وأن هناك أجساما بين النجوم تأتي وتذهب، تحمل معها رسائل وأسرارا قد تغير فهمنا لمكاننا في هذا الكون. راقبوا السماء، فقد يحمل هذا الزائر أسرارا لم يتخيلها أحد من قبل، وربما يغير رؤيتنا للكون. فالكون لا ينتهي والغموض مستمر، وزائرنا 3i أطلس مجرد بداية رحلة بين النجوم. شاركونا بآرائكم بالتعليقات، هل هو مجرد مذنب عادي؟ أم أنه النجم الطارق؟ أم أنه سفينة فضائية؟ أو أنه جسم غريب آخر لا أحد يعرف ماهيته؟ لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، فنحن بحاجة إلى دعمكم. شكرا لمتابعتكم.